حضرتك تكلمنا عن أعداد المشاركين وسنهم أعمارهم. عدد المشاركين عندنا 12 سيدة 12 بنات و 18 رجال، وهنلعب المنافسات عندنا المنافسات سكوات والرجلين والبنش والديد ليفت، دي المنافسات اللي هتنافس فيها اللاعبين سواء سيدات او رجال. المنظمة وده حققنا فيها 46 ميدالية، وحققنا فيها مركز ثاني رجال ومركز ثاني سيدات في رفع الاثقال والبنش، وان شاء الله البطولة القادمة هتبقى في جورجيا ان شاء الله، ده اللي بنستعدين لها وبنختار منها عناصر من البطولات الجمهورية للاعداد ونعمل عملية انتقاء من مدارس النور المكفوفين على مستوى الجمهورية والأندية. وعندنا النهاردة في اللعبة انتشرت بقى في عندنا 6 هيئات مشاركة النهاردة، منها المؤسسة العسكرية ومنها نادي أسوان والمستقبل في اسكندرية ونادي غار حراء ومركز شباب سنورس اللي هو بيستضيف البطولة هنا على أرضه في الفيوم، وده أول مشاركة ليه بلاعبين عنده لاعبين 2، و ده يعتبر انجاز في خلال سنتين او سنتين ونص. تكون منذ عامين فقط من 2018 وفي عامين ونص. العام الاول كانت مشاركه في بطوله العالم من قبل اصحاب البنش، دي كانت الاقصر ومصر اللي منظماها كانت الدكتور احمد عوين. والبطوله الثانيه البطوله الاولى اللي في 2018 خدنا فيها حصلنا على 16 ميدالية ما بين ذهب وفضة وبرونز، وحققنا المركز الخامس رجال والثالث سيدات. العام اللي بعده اللي هو 2019 بطولة العالم اللي كانت مقامة في الجيزة وبرضك استضيفتها مصر، دي كده احنا بنتنافس في اخراج القوة اقصى قوة عنده في الثلاث رفعات الرياضة عامة. لكن احنا كان عندنا دعم ونطبق اول سنة السنة دي دعم من وزارة الشباب والرياضة، اللاعبين اللي حققوا ميدالية من الأول ذهب أو فضة أو برونز من الأول من الخامس لحد السادس، ده انطبق عليهم اللائحة. وكان عندنا 7 لاعبين موجودة على مستوى العالم من 14 سنة، لكن إحنا يعني من البطولة اللي فاتت كانت رقم 14، فيعني إحنا مشاركنا في البطولتين اللي هي 13 و14 دي يعتبروا إنجاز في وقت قليل. دعم كويس جدا سواء من الاتحاد او من وزاره الشباب والرياضه ورئاسه الوزير اشرف صبحي والقياده السياسيه من السنه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. ده طبعا القياده السياسيه دعم كل النشاط الرياضي. مواقف صعبه لكن في مواقف مؤثره بتوصل يعني بتبقى فيها سايبه اثر كده في شخصيه المدرب او شخصيتي انا، ان احنا لما بنجيب لاعب وبيبقى منعزل اجتماعيا عشان الفئه الاعاقه البصريه اللي عنده، ويبقى لقى نفسه اول ما بيجي ويبقى فيه انفراد في المجتمع وبقى بطل وبيحس بذاته وبيرفع علم مصر، ده انا ببقى سعيد جدا بالاحساس اللي بوصله للاعب او معظم اللاعبين اللي بيوصلوا للحاله دي، لان ده هدف الرياضه ان احنا ما يبقاش فيه عزله اجتماعيه. مرحبا الدكتور خالد عبد الرافع عباده المدير الفني لمنتخب مصر لرفع الاثقال المركزي.